بكل تأكيد أي بداية فيها مشاكل. نحن مع استعادة الدولة، استعادة الدولة معناتها هناك أطراف متضررة، بكل تأكيد من المتضرر يحاول أن يقاوم إلى اللحظة الأخيرة. أخذنا سياسة الصبر وكذلك الحسم، إعادة ثقل الأجهزة الأمنية لإيقاف هذه الجماعات، وقمنا بإجراءات مهمة جدا ونجحنا بها. ويوم أمس شفت تخبط عند هذه الجماعات في توضيح ما حدث. أنا في اعتقادي الحكومة تقوم بواجب توفير بيئة آمنة لفرص نجاح بناء الدولة، لا مجال لأطراف تريد أن تكون خارج إطار الدولة، لا مجال. هذا يحتاج وقت، يحتاج صبر بكل تأكيد. لا مجال بلغة دبلوماسية أم بواقع، لا بواقع، بواقع حاسم من المكونات الولائية. أبدا، بكل تأكيد الولاء للعراق فقط، الولاء للعراق بكل تأكيد. قمنا بخطوات وإجراءات، وشفت انتشار واسع للأجهزة الأمنية في بغداد يوم أمس واليوم، وسوف نستمر لفض هيبة الدولة ومنع تكرار هذه الجماعات. بكل تأكيد هناك تحديات أمام ورقة الإصلاح، وهناك معوقات الآن حتى عند بعض الأطراف السياسية، لأن ورقة الإصلاح تحارب الفساد. العراق يعاني من ظاهرة فساد خطيرة جدا. صحيح. وورقة الإصلاح تحارب الفساد، ولهذا اللجنة شكلناها لجنة محاربة الفساد، تتعرض لانتقادات واتهامات وحتى اتهامات بتجاوزات بحقوق الإنسان. الغرض من تشويه سمعة هذه اللجنة لأنها قامت بإجراءات ووضعت بعض الحيتان الكبار في السجن الآن. بكل تأكيد سنقبل سؤال أخير هذه فقط. التحديات، وسوف نحارب وسوف نستمر بالحياة وبناء الدولة. سؤال أخير فقط، أعلم ضيق الوقت، ما يتعلق الآن بالحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي سيكون الشهر المقبل، والسجال حول القوات الأمريكية بقائها من انسحابها في ظل معطيات واضحة، البعض يتحدث وحتى في داخل العراق أنه قد تكون لا قدرة اليوم على تأمين الأجواء العراقية، فكيف سيكون الحال في حال انسحاب هذه القوات؟ أنا لا أهمني من المزايدات عند البعض، يعني مصلحة عراقية. نحن نحتاج إلى دعم دولي، ولكن لا نحتاج قوات قتالية في العراق. الجيش العراقي، قواتنا الأمنية بكل صنوفها جاهزة لمحاربة داعش. لا نحتاج قوات أمريكية مقاتلة على أرض العراق، ونحتاج تنسيق أمني، وقد نحتاج قوات جوية. ولهذا السبب الآن عندنا حملة في بعض المناطق، جنوب كركوك، محافظة كركوك، عمليات كبيرة استمرت 10 أيام، كانت هناك 320 طلعة جوية قضت على العشرات من الإرهابيين والتكفيريين وخوارج العصر من الدواعش. هذا كان بتنسيق من العراق والتحالف الدولي. هذا سوف يستمر، ولكن قوات قتالية على أرض الواقع لا نحتاج، ويجب أن نحول هذه العلاقة إلى مصلحة أمريكية عراقية في المجال الأمني، الاستخباري، الاقتصادي، التعليم والثقافة والصحة.